على العراق وسوريا، والقتال التقليدي حول الفرات، ويقوده شركاء أمريكا، ولا سيما قوات سوريا الديمقراطية، وأيضا أشخاص عسكريين أمريكيين. والقتال مستمر، ويحدون الأمل أن ينتهي خلال أشهر، وهذا سيكون نهاية تنظيم الدولة والأراضي التي استولى عليها. وفي ذات الوقت لدينا مهمة واحدة، وهي الانتصار على تنظيم الدولة. ونحن على نحو غير مباشر لدينا أهداف مختلفة من خلال العمل مع شركائنا، نساعد في وضع حد لأنشطة إيران وإحلال الأمن في سوريا، وبالتالي لدينا مصلحة للوصول إلى حل سياسي من خلال الطرق المختلفة، ليس فقط الدبلوماسية ولكن الأمنية والعسكرية والاقتصادية، ومن خلال الأصول الأخرى التي ننشرها في هذا النزاع. ونحن نعتقد أنه لا يمكن أي أن نمحق داعش قولا واحدا إلا إذا ما غير النظام السوري على نحو أساسي، لا سيما دور إيران أيضا الذي أفضى إلى بزوغ نجم تنظيم الدولة في عام 2013-2014. أولا، تخفيض التصعيد أمر أساسي، والبناء على الهدنة، لا سيما الاتفاق التركي الروسي بشأن إدلب في نهاية سبتمبر، حيث الروس مرة أخرى في مؤتمر قمة مع قادة فرنسا وتركيا وألمانيا في 27 من أكتوبر اتفقوا على وقف إطلاق نار دائم، والروس يجب أن يلتزموا بهذا الوعد، وبالتالي يمكن أن نبني على وقف إطلاق النار هذا على نحو مخصص للاعتماد على القرار الأممي 2254 الذي يطالب بوقف إطلاق النار في عموم سوريا، والانطلاق في عملية للإبقاء على وقف إطلاق النار كخطوة أساسية للوصول إلى السلام. إذن هذا هو مركب خفض التصعيد، وهذا يمكن أن يفضي إلى انسحاب جميع القوات العسكرية التي اشتركت في ذلك النزاع منذ عام 2011، بما في ذلك القوات الإيرانية. الأمر الثالث هو العملية السياسية وفقا ل 2254، ذلك القرار الأممي، وبرعاية أممية لجنة تبدأ بصياغة الدستور، وهذه خطوة أساسية لإعادة بث الروح في العملية السياسية. وهدفنا مرة أخرى مدعوم من قبل روسيا وفرنسا وتركيا وألمانيا من خلال بيان إسطنبول لإرساء دعائم الدستور مع نهاية هذه السنة، ويجب على الروس أن يفوا بهذا الوعد، ونحن نتوقع باستخدام نفوذها أن يأتي نظام دمشق إلى الطاولة. وبالاعتماد على هذه العناصر الثلاثة يحدون الأمل أن نرى تصيرا أو عملية وفقا للقرار الأممي 2254، والانتقال إلى حث جميع الأطراف في سوريا للوصول إلى منظومة أمن أساسية تنهي القتال، وإنتاج نظام سوري ليس ساما كما هو حاله الآن لشعبه ولجيرانه، وأن نضمن ضمانات لجميع الأطراف في سوريا وفي محيطها. وكما تعرفون هذا النزاع وأنتم تتابعونه منذ عام 2011 ذو مآلات مروعة تأثر بها الشعب السوري. هناك 400,000 سوري قتل حسب التقديرات، 200,000 سجنوا تقريبا، وتقريبا 100,000 اختفوا بطريقة أو بأخرى، وعشرات الآلاف عذبوا. وإن النزاع أفضى إلى بزوغ نجم تنظيم الدولة وموجة العنف في العراق وسوريا وتركيا وأوروبا، وأيضا هذا أفضى إلى تدفق اللاجئين الذين أثروا على تركيا ولبنان والأردن على نحو درامي، وأيضا أثر
أثر تأثيرا سلبيا سياسيا على أوروبا. لذلك هذا النزاع يجب أن نبذل جهودا جميعا لحله، وهذه الإدارة ملتزمة لفعل ذلك. سوف أتوقف هنا، شكرا جزيلا لكم. باربر من البي بي سي، سؤالان. إن هدفكم لانسحاب إيران من سوريا، هل ترون هذا نتاجا للعملية السلمية أو هل هذا هو الشرط؟ وثانيا، عندما يتعلق الأمر باللجنة الدستورية، هل أنت متفائل؟ وما هو الشيء الذي يجعلك متفائلا بالنظر إلى أن الحكومة السورية لم تقبل القائمة الثالثة؟ نقطة جيدة. إن دحر إيران من سوريا هو ليس هدفا عسكريا وليست مهمة القوات العسكرية الأمريكية، ولكن نرى ذلك نتاجا لعملية تنهي الصراع الداخلي وتوفر ضمانات للشعب السوري وجيران سوريا لكي يأمنوا أنفسهم. ووفقا لتلك الظروف نرى إيران وقدراتها ونفوذها تهديدا لشركائنا الثلاثة، إسرائيل أولا ومن ثم تركيا والأردن. لذلك أعتقد أن هذا معيار أساسي لأي سلام دائم. لن نصل إلى سلام دائم في سوريا إذا ما استمرت إيران بعرض عضلاتها وسياساتها في سوريا من خلال حزب الله في جنوب لبنان ومن خلال الحوثيين في شمال اليمن. ولكن كيف تصل إلى ذلك المبتغى؟ نحن نعتقد أن العملية التي من خلالها يمكن حث الأطراف جميعهم لعودة اللاجئين وبدء المساعدات لإعادة بناء سوريا، وطبعا هذا طبعا عرض يجب أن نحث الحكومة على فعل ذلك، على قبوله. ولكن الحكومة في موقع لا تحسد عليها، الاقتصاد بطبيعة الحال متدهور وبسط سيطرتها على قاطني سوريا محدود وعلى الأراضي أيضا محدود، وهي في موضع خطر لأن هنالك قوى خارجية وهنالك خطر للتصعيد في أي وقت. إذا أنتم تطلبون من الحكومة السورية، تطلب من إيران فعل ذلك؟ الحكومة السورية فنيا طلبت من إيران القدوم، ونطلب منها أو نتوقع منها أن تطلب منها الخروج. من أهمية بمكان للحكومة السورية أن تقوم بذلك، وفقا ل 254 ذلك القرار، المبعوث الأممي يمكنه أن يفعل اللجنة الدستورية وهو جاهز لفعل ذلك، ونحن نشجعه وأمم أخرى تشجعه لفعل ذلك. حتى الروس اتفقوا مع نهاية هذه السنة لتشكيل اللجنة الدستورية. سوف نرى إذا ما أتت دمشق إلى الطاولة وإذا ما أرادت أن تتحمل عبء هذه المسؤولية، أو ربما سترمي العصي في الدواليب بخلاف المجتمع الدولي الذي دعم هذا التوجه لثلاث سنوات. شكرا. هل تعتقد أن نظام الأسد وروسيا يتفهمون هذا السيناريو كما تفهمونه، لأن النظام في وضع هش كما قلت؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، لماذا حان الوقت لصياغة اللجنة الدستورية؟ لماذا لا نحاول أن نمارس ضغوطات إضافية على روسيا؟ نحن نؤمن أن الروس على دراية بذلك، وقيل لهم على مستويات رفيعة سياستنا، لا سيما الرئيس ترامب في قمة هلسنكي منذ 4 أشهر تحدث عن موقفنا، ونحن نتواصل مع الروس باستمرار على كافة المستويات. جون بولتون المستشار الأمن القومي كان في موسكو، والكثير من الحديث جرى حول سوريا. طبعا روسيا لديها قوافل على الأرض دائما وأبدا، وهي تلح على البلدان الأخرى أن تحثن أو ربما ترغم اللاجئين على العودة، وتقر بالنظام السوري ليعود إلى جميع الدول العربية ولتتدفق المساعدات. إذن روسيا تعرف حق المعرفة أن النظام السوري يحتاج إلى مساعدة من الألف إلى الياء، وسوف نرى إذا ما كانت روسيا سترغم النظام أو تقنعه عليه القول أن يلعب هذه اللعبة المرتبطة بالعملية السياسية. سعادة السفير، إحدى الأمور التي تطفو على السطح على نحو المستمر
التباس نعاني منه. أعني بذلك كيف يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل مع القوات الإيرانية؟ قلت مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبقى في سوريا حتى تغادر إيران، وهذا يفسر بالوجود العسكري، وأنت قلت أن الهدف العسكري الوحيد هو هزيمة تنظيم الدولة، وإذا ما نجحتم خلال أشهر بفعل ذلك، هل ستغادر القوات السورية الأمريكية حتى لو بقيت إيران في سوريا؟ كيف يمكنك أن تتحدث عن القوات وكيف ستؤثر على بعضها البعض؟ قواتنا موجودة وفقا لمجموعة قانونية ودبلوماسية، وثائق أعني، أي هذا يعود إلى عام 2001 ومكافحة الإرهاب وفقا لتفويض استخدام القوة، وهكذا المبدأ القانوني الذي نعتمد عليه. أما مهمتنا فهي مرتبطة بهزيمة إلحاق هزيمة النكراء بتنظيم الدولة، هذا لا يعني محق تنظيم الدولة تقليديا وطرده من الأراضي التي استولى عليها، ولكن يجب علينا أن نتأكد أن لا يعود ويطل برأسه من جديد من خلال الخلايا النائمة. لقد رأينا هذا بطبيعة الحال على الحدود العراقية يتكشف، والبغدادي والقاعدة في العراق هزمت عندما كنت أنا في العراق، لم أهزمها أنا شخصيا ولكن شهدت ذلك في عام 2010 لغاية عام 2012، ولكن طل برأسه ذلك التنظيم من جديد وبث روحه فيه، لأن الاستراتيجية لم تكن طويلة الأمد في سوريا والعراق، لا سيما في العراق في تلك الفترة حيث كنا نركز على العراق لكي نتأكد من هزيمة هذه العناصر. إذن هناك ما نسميه بإحلال الاستقرار، وهذا المصطلح العسكري الذي نستخدمه، والمرحلة الرابعة، وهذا الجانب خاص بالجهود الاقتصادية الدبلوماسية العسكرية والدبلوماسية لكي لا يعود تنظيم الدولة مرة أخرى. إذن لا نعتمد فقط على الجانب العسكري، هناك مدنيون وهناك ضباط سياسيون في شمال شرق سوريا يحاولون أن يساعدوا للمدية قدما في هذه العملية طويلة الأمد. وكما قلت إن وجودنا العسكري لديه وقع غير مباشر على وجود إيران في سوريا من خلال أنشطتنا السياسية، من خلال دعم القرارات الأممية، ولكن القرارات لجهة متى نلحق هزيمة نكرة بتنظيم الدولة هذا منوط بالرئيس للإعلان عنه، وسوف نبقى للوصول إلى مبتغانا، والرئيس ومستشاري وحلفائنا وشركائنا سوف يعملوا على هذا الأمر بالاعتماد على الأدوات التي نستخدمها، الأدوات العسكرية والأدوات الدبلوماسية وأيضا المساعدات والمساعدة والتدريب وتوفير الاستشارة، العقوبات، منح أو قطع المساعدات. هنالك في عام 2008 على سبيل المثال في جورجيا استخدمنا طيفا واسعا من الأدوات من دون التدخل العسكري. ساركوزي كان يقود الجهود الدبلوماسية الدولية وقد فرضنا عقوبات، وفي نهاية المطاف انسحب الروس إلى المواقع التي بدأوا منها في الصراع في جورجيا. إذا ما هزمتم تنظيم الدولة خلال أشهر، متى تستشرفون، وطبعا هذا قرار رئاسي كما قلت، ولكن متى تستشرفون مغادرة القوات الأمريكية من سوريا؟ كما قلت تحتاج إلى إلحاق هزيمة النكراء مستدامة، هذا لا يعني فقط هزيمة تنظيم الدولة وتنحية جميع العناصر هو الفصائل حول الفرات ومشاكل ذلك، وكما قلت يمكن أن نطل برأسه من جديد تنظيم الدولة. نحن تصدينا لتنظيم الدولة وهنالك أيضا قوات أمن محلية، ويجب علينا أن نساهم في السياسة المحلية لكي يملك السوريون قدرهم لكي يدحروا تنظيم الدولة كما حصل في السابق. هل هنالك دليل مفاده أن إيران تعزز من وجودها العسكري أو توسع من وجودها أو توفر سلاحاً
للنظام السوري لأغراضها هي لا تتوسع، ومرة أخرى الوضع العسكري مجمد وليس هنالك انهماك قتالي إيراني الآن إلا في حدود قتال تنظيم الدولة في بعض الأحيان، لذلك هنالك بطء. هل تؤمن أن العقوبات الأمريكية سوف تساعد على إرغام أو ربما إقناع إيران للانسحاب التدريجي؟ نعم أؤمن بذلك. روسيا تلوم أمريكا لجهة إبطاء عملية عودة اللاجئين لا سيما في لبنان، ولبنان أثقل كاهله وجود السوريين. الحكومة اللبنانية تساعد السوريين لسنوات والأسرة الدولية توفر المساعدات لهم، ولكن لا تسلط الضوء على المجتمع برمته. إذن هناك اتهامات لأمريكا بعرقلة عودة اللاجئين إلى سوريا. حسنا، بالنسبة لسياستنا فيما يخص اللاجئين، أولا اللاجئون يقررون أنفسهم. الحكومة الأمريكية لم تلح على اللاجئين لكي لا يعودوا، ونحن لا نثنيهم عن ذلك ولا نعطل ذلك. اللاجئ يجب أن يعود طوعا على نحو آمن بكرامة، لا يمكن لمجموعة أن يتعرضوا للجوع ثم يعودوا لنفس المكان الذي جوعوا فيه. وفقا للمعلومات ذات الصلة يتعين أن نعزز من عودتهم بأمان، وهذه هي السياسة أيضا نطبقها على النازحين الداخليين إذا ما أرادوا أن يعودوا إلى منازلهم. الوفود السامي للاجئين يوفر معلومات مستفيضة وهي موجودة متاحة للاجئين والمنظمات العاملة في حق اللاجئين، أشجعكم على الاستئناس بها. بالنسبة إلى المزاعم الروسية فهي لا أساس لها من الصحة، نحن لا نوقف أي شخص يريد أن يعود. 6 ملايين، أعتقد أننا رأينا 50,000 أعادوا. أعتقد أن النظام السوري هو الذي يوقف عودتهم. إن الأمر مرتبط بسلوكه المشين. ملايين من السوريين هجروا سوريا بسبب سلوك النظام السوري، فهو الذي يعطل عودتهم. يجب أن يغير من سلوكه تجاه مواطنيه، وإلا فإن أي شخص يتحدث هنا ويتحدث هناك ويلوم هنا ويلوم هناك فلن يجدي ذلك نفعا. إبانس من سكاي نيوز أريبيا، قلت أنه يتعين إلحاق هزيمة بتنظيم الدولة، هزيمة مستدامة، وربط ذلك بالنظام السوري. النظام السوري هو الذي أنتج تنظيم الدولة. عناصر تنظيم الدولة بالمئات وجدوا فرصة بسبب تفكك المجتمع الأهلي وانتشار العنف عندما انتفض الشعب السوري ضد النظام السوري. وعوضا عن التفاوض مع الشعب والوصول إلى حل من قبل النظام السوري، أطلق العنان لعنف مستشر ضد شعبه، وهذا أفضى إلى حيز استطاع فيه تنظيم الدولة أن يستقدم الناس ويحمي الناس. ويا للمفارقة، حمى الناس من فسق النظام. وهناك بطبيعة الحال 30,000 مقاتل واستولى على الكثير من الأراضي في سوريا والعراق. إذن يجب أن تتغير سلوك الحكومة. الحكومة كانت تصغي لإيران في تلك الفترة واتبعت ما اتبعته، وإذا لم تتغير الأمور نحن طبعا والأسرة الدولية في مركب واحد. يجب أن يتغير ذلك السلوك. هل تشجع إبقاء الأسد في سلطة الحكم؟ نحن لا نريد تغيير النظام، ولكن نريد تغيير سلوك الحكومة والدولة. هذه ليست رؤيتنا، ولكن رؤية الاتفاقيات الدولية في عام 2012 والقرار 2254.
شكرا سعادة السفير، تحدثت عن انهماك وتواصل بين أمريكا وروسيا، هل هناك تغيير في العلاقة بين البلدين فيما يخص سوريا، وهل هنالك مساحة لتعاون إضافي أو هل هنالك استياء؟ هنالك استياء من كلا الطرفين، واستطعنا أن نحرز تقدما على الجبهة الإنسانية، القوافل الإنسانية إلى الركبان في جنوب البلاد، وهناك معسكر للنازحين حيث ثمت بعض القوات الأمريكية والشركاء السوريين يمسكون زمام الأمور في بعض المناطق هناك. نحن قوافلنا والهلال الأحمر السوري والنظام السوري اتفقنا جميعا على توفير قوافل إلى ذلك المكان، واجتزنا العراقيل الأمنية من خلال التعاون مع الروس على مستوى سياسي. أما بالنسبة للمستوى العسكري فهو مرتبط بعدم الانخراط في تصادم في الجو والحلول دون وقوع ذلك، وميركل وماكرون وأردوغان وبوتين اتفقوا على وقف إطلاق النار مستدام في إدلب، وقد تحدث عن هذا الأمر الرئيس، تحدث عن هذا الأمر في قمة هلسنكي، وقال أن غزو إدلب سيكون خطوة رعناء، والروس أيضا اتفقوا على صياغة لجنة دستورية بنهاية ديسمبر. هل سيلتزم الروس؟ لا أعرف، ولكن بطبيعة الحال لقد